بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنبدا مع الجزء الثاني في سمري هيستولوجي الماسكولوسكليتال، هنتكلم فيه عن محاضرات البون. عندنا محاضرتين في البون، هناخد في الفيديو ده التركيب بتاع البون وانواع البون المختلفه. اولا البون او العظم طبعا سبيشالايزد تايب اوف كونكتيف تيشو، نوع خاص من الكونكتيف تيشو، يعتبر انشف واقوى كونكتيف تيشو، اقوى تيشو عندنا في الجسم. تمام، برضو اعرف ان البون هايلي فاسكولارايزد، يعني البلاد فيسلز بتمشي جوه العظم على عكس الكارتليج. الكارتليج افاسكولار، الكارتليج ما فيش بلاد فيسلز بتمشي فيه، هو بياخد الغذاء بتاعه عن طريق الديفيوجن، عن طريق الانتشار من الانسجه او من البريكوندريوم او البلاد فيسلز اللي بتبقى ماشيه على الكارتليج من بره، انما البلاد فيسلز ما بتدخلش جوه. انما البون هايلي فاسكولار، في جوه قنوات بيمشي فيها البلاد فيسلز. بالنسبه للبون بشكل عام بيتكون من خلايا بون سيلز والحشو او الماتريكس بتاعته اللي ليها تركيب مميز، وعندنا غطاء خارجي اسمه بيريوستيوم، وبطانه داخليه بتبطن التجاويف اسمها اندوستيوم. العظمه من جوه فيها مدلري كافيتي او مدلري كانال، فالعظمه من بره ليها غلاف خارجي اسمه بيريوستيوم، ومن جوه متبطنه ببطانه داخليه، القنوات الداخليه متبطنه باندوستيوم. يبقى انا عندي بون سيلز، بون ماتريكس، بيريوستيوم واندوستيوم. بالنسبه للبون سيلز عندنا اربع خلايا في العظم، ثلاثة بيساهموا في البناء وواحدة بتعمل هدم أو تكسير في العظم. اللي بيبنوا عظم عندنا الخلية الأم اللي اسمها أوستيوجينيك سيلز أو أوستيوبروجينيتور سيلز، دي خلية موجودة على الانر لير أوف بريوستيوم. لما بحتاج أبني عظم، حصل مثلا كسر أو أثناء نمو العظمة، الأوستيوجينيك سيلز بتتحول إلى أوستيوبلاست، والأوستيوبلاست هي اللي مسؤولة عن البون فورميشن، هي الخلية المسؤولة عن بناء العظم. يبقى اللي بتبني العظم الأوستيوبلاست، بعد ما العظم بيتبنى الأوستيوبلاست بتستقر ويبقى اسمها أوستيوسايت. الأوستيوسايت هي اللي بتعمل عملية ترميم او تظبيط للعظم، هي اللي بتظبط مستوى الاملاح، هي اللي بتعدل الحاجات اللي ممكن تكون بايظه في العظم، بتعمل عمليه ترميم وبتحافظ على كفاءه الماتريكس بتاعه العظم. انما اللي بتبني عظم من الصفر هي الاوستيوبلاست. الاوستيوسايت مش بتبني عظم من الصفر، هي بتظبط اللي اوريدي اتبنى من قبل كده، بتعمل عمليه ترميم. يبقى الثلاثه دي بتتحول الى دي ودي بتتحول الى دي، والثلاثه ليهم دور في بناء وتكوين العظم. اما الخليه اللي بتاكل العظم تعتبر ماكروفاج، موجودة في العظم بتاكل العظم الميت او بتاكل الحتت الزيادة في العظم، بقول عليها اوستيوكلاست. اوستيوكلاست دي ماكروفاج العظم. يبقى ثلاثة بيكونوا عظم وواحدة بتاكل في العظم، اللي بتاكل في العظم اسمها اوستيوكلاست. من حيث الانقسام، الوحيدة اللي عندها قدرة على الانقسام هي الاوستيوجينيك سيلز، هي اللي بتقدر تنقسم وتزيد في العدد، اما الاوستيوسايت مثلا لا تنقسم. يبقى الوحيدة اللي عندها قدرة انقسام هنا هي الاوستيوجينيك سيلز. يبقى الاوستيوجينيك او الاوستيوبروجينيتور دي الخلية الام، جاية من الخلية الاولى اصل الكونكتيف تيشو سيلز كلها، اللي هي اليو ام سي اندفرانشيتد ميزينكايمال سيلز، هي اللي بتديني خلايا الكونكتيف تيشو كله، خلايا الفايبروبلاست والخلايا الدهنيه وكل خلايا الكونكتيف تيشو اللي نعرفها جايه من اليو ام سي. فمن ضمن الخلايا اللي بتشتق من اليو ام سي هي الاوستيوجينيك سيلز او الاوستيوبروجينيتور سيل. موجوده فين؟ موجوده في البريوستيوم. انت عندك دي العظمه اهي، الغطاء الخارجي البريوستيوم فيه اوتر لير وفي انر لير. الانر لير اللي ناحيه جوه دي اسمها اوستيوجينيك لير، دي اللي فيها الاوستيوجينيك سيلز، يبقى موجوده في البريوستيوم والاندوستيوم. فين في البريوستيوم؟ في الانر لير اوف بريوستيوم اللي لازقه على العظمه على طول. موجوده برده جوه في البون مارو كافيتس، موجوده في الاندوستيوم وموجوده في تجاويف البون مارو. الخليه دي خليه فلات بيزوفيليك، خليه فلات بيزوفيليك مليانه ريبوزوم وار اي ار. ليه بيزوفيليك؟ عشان مليانه ريبوزوم وار اي ار، وعندها قدره على الانقسام كان ديفايد. الوحيده اللي بتقدر تنقسم فيهم هي الاوستيوجينيك سيلز، لان الكلام ده هيختلف في الكارتريج. الكارتريج الكوندروسايت عادي ممكن تنقسم، اما هنا الاوستيوسايت لا تنقسم، الوحيده اللي بتنقسم هي الاوستيوجينيك سيلز، تنقسم وتديني اوستيوبلاست المسؤوله عن البون فورميشن. يبقى انا عايز اكون حته عظم جديده، هروح استاذن الاوستيوجينيك سيلز اديني شويه اوستيوبلاست، طبعا بتنقسم عشان عددها ما ينقصش وجزء منها يتحول الى اوستيوبلاست. الاوستيوبلاست هي اللي بتبني عظم جديد اثناء البون جروس في مرحله نمو العظم، او هيلينج اوف فراكشر لو عندي كسر والكسر ده
عايزين نعمل له هيلينج او التئام يعني الكسور، بتشتغل الخلايا دي الاوستيوجينيك سيلز بتديني اوستيوبلاست. الاوستيوجينيك سيلز بتنقسم وبتزيد في العدد، انما مين اللي هتبني؟ اللي هتبني العظمه نفسها هي الاوستيوبلاست. عشان كده لو جينا نتكلم عن الاوستيوبلاست بنقول عليها بون فورمينج سيل، هي اللي بتبني العظم وهي اللي بتصنع الماتريكس وهي اللي مسؤوله عن الكالسيفيكيشن، هي اللي بتبني العظم. الاوستيوبلاست بتبقى خليه اوفال بيضاويه وفي نفس الوقت بتبقى برانشت، طالع منها برانشات كده صغيره، اوفال برانشت سيلز. كل علامات النشاط الخلوي موجوده فيها لانها خليه هايلي اكتف، شغاله وشقيانه وتعبانه وبتصنع عظم، فكل علامات النشاط موجوده، يعني النواه بتاعتها نشطه، اوبن فيس او فيزيكولار نيوكليس. السيتوبلازم بتاعها ديبلي بيزوفيليك بسبب الاعداد المهوله من الريبوزوم والار اي ار، مع حته ما بتتصبغش بنقول عليها نيجاتيف جولجي ايمج. انت عارف ان الجولجي ما بيتصبغش بالاتش اند اي، بيديني حته انستين، دي علامه على وجود جولجي في المكان ده. فكل علامات النشاط نواه كبيره وباهته، سيتوبلازما ازرق غرقان ريبوزوم وار اي ار مع جولجي محترم، كل ده يقول ان دي خليه اكتف شغاله في تصنيع وبناء لانها بون فورمنج سيل. يبقى السيتوبلازم دي بيزوفيليك عشان الريبوزوم والار اي ار مع نيجاتيف جولجي ايمج. حتى بالالكترون مايكروسكوب بلاقي الكلام اللي احنا قلناه، ريبوزوم وار اي ار وجولجي مع ميتوكوندريا طبعا عشان الطاقه. ايه الوظيفه بتاعتها؟ بقول عليها بون فورمنج سيل. يبقى لو قال لي مين هي البون فورمنج سيل نصا، اقول له اوستيوبلاست، مسؤوله عن الماتريكس سيكريشن، هي المسؤوله عن الكالسيفيكيشن، يبقى هي اللي بتبني الماتريكس وهي اللي بتساعد في ترصيب الكالسيوم لانها بتطلع انزيم الالكالاين فوسفاتيز. معروف الالكالاين فوسفاتيز مسؤول عن الكالسيفيكيشن، بيخلي الميديا الكالاين وده بيساعد على الكالسيفيكيشن، وبيطلع انزيم اسمه بايروفوسفاتيز. البايروفوسفاتيز بيعمل كالسيفيكيشن بشكل غير مباشر، ازاي؟ بينهبت ماده البايروفوسفيت. البايروفوسفيت دي بتمنع الكالسيوم، يعني انا عندي ماده اسمها بايروفوسفيت تمنع الكالسيوم، فانا بطلع انزيم يخلصني من البايروفوسفيت اسمه بايروفوسفاتيز، فبالتالي الكالسيوم يقدر يترسب بحريه. اذا البايروفوسفاتيز انزيم اشتغل بشكل غير مباشر، انما مين اللي عمل كالسيفيكيشن بشكل مباشر؟ الالكالاين فوسفاتيز. بعد ما بتخلص شغلها بتبني الماتريكس وبتعمل كالسيفيكيشن، بتطلع الانزيمات، كل الشغل ده بعد ما يخلص تبدا تستقر وتهدى وتنضج وتتحول الى اوستيوسايت. عشان كده الاوستيوسايت بقول عليها ماتيور اوستيوبلاست، يعني الاوستيوبلاست بعد ما بنت العظم من الصفر وكونت لي ماتريكس وعملت كالسيفيكيشن واشتغلت شغلها كله، خلصت شغلها بتبدا تستقر وتهدى وتتحول الى اوستيوسايت. عشان كده بنقول على الاوستيوسايت ماتيور اوستيوبلاست. اوستيوبلاست وصلت لمرحله كامله من النضج، كان نوت ديفايد، لا تنقسم. الوحيده اللي بتقدر تنقسم هي مين؟ الاوستيوجينيك سيلز، اما دي ما بتنقسمش. عشان كده دايما بلاقيها سنجل. بص معايا، لو جيت تشوف البون، البون بيبقى عبارة عن لاميلي طبقات، طبقات من الماتريكس والكولاجين، وبين الطبقات دي عندي الاوستيوسايت اهي. الاوستيوسايت دي بتبقى قاعدة جوه تجويف، جوه فراغ. الفراغ اللي بيحوطها ده اسمه لاكونة. لاكونة هو العش او الفراغ اللي بيحوط الاوستيوسايت. الفكرة بقى في الفراغ الواحد او البيت الواحد او العش الواحد عندي كام اوستيوسايت؟ عندي واحدة مش اتنين. ليه؟ لانها لا تنقسم، فدايما وحيدة سنجل. يبقى هي موجودة سنجل في اللاكونة ما بين البون لاميلي طبقات العظم، وهنشوفها بوضوح اكتر في الكومباكت بون. لما نشوف الكومباكت بون تمام، اللي هو بيبقى ريجولار، ده بيبقى طبقات 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 من اللاميلي بينها وبين بعضها عندي الاوستيوسايت. يبقى انا عندي الاوستيوسايت موجودة ما بين طبقات العظم، كل اوستيوسايت موجوده لوحدها في البيت بتاعها، في العش بتاعها. العش بتاعها ده اسمه لاكونه. ليه موجوده سنجل في اللاكونه؟ لانها لا تنقسم. السيتوبلازم طبعا بتاعها بيلبيزوفيليك وفي الكالاين فوسفاتيز، ما هي بتعمل ترميم، يعني محتاجين شويه كالسيوم هنا تطلع الكالاين فوسفاتيز عشان يعمل كالسيفيكيشن للحته الضعيفه دي. طب انت بتقول ان الاوستيوسايت وحيده جوه اللاكونه بتاعتها، كل اوستيوسايت قاعده لوحدها، طب ما فيش بينهم لغه تواصل؟ طبعا في بينهم لغه تواصل. في عندنا هنا قنوات موجوده في العظم اسمها بون كاناليكيولاي. البون كاناليكيولاي دي عباره عن انفاق موجوده جوه العظم، بيطلع من الاوستيوسايت سيتوبلازميك بروسيس، زوايد سيتوبلازميه بتخش جوه البون كاناليكيولاي. انا عندي هنا
اوستيوسايت ودي اوستيوسايت، ده طلع منها بروسس ودي طلع منها بروسس، التقوا مع بعض وحصل بينهم كونكشن، الكونكشن اللي احنا بنقول عليه جاب جانكشن. طب ايه الفايده من الكونكشنز اللي بين الاوستيوسايتس دي؟ عشان توزيع الكالسيوم بالتساوي في اجزاء العظم المختلفه، فبيساعد على تحريك الالكترولايت من مكان لمكان من خلال الجاب جانكشنز. يعني انا عندي هنا نقص كالسيوم وفي حته هناك فيها الكالسيوم زياده، فعايز اوصل شويه كالسيوم من هناك لهنا. لغه التواصل وطريقه النقل من مكان لمكان بتتم من خلال الجاب جانكشن. يبقى الاوستيوسايت ماده درعاتها بتشبك مع الاوستيوسايت اللي هنا وتشبك مع الاوستيوسايت اللي هنا عن طريق السيتوبلازميك بروسيس. طب الدرعات دي ماشيه ايه؟ ماشيه جوه انفاق في العظم، الانفاق الصغيره دي اسمها بون كاناليكيولاي. يبقى كوميونيكيت ويز ايتش اذر، يعني الاوستيوسايت بتتصل مع بعضها البعض عن طريق سيتوبلازميك بروسيس، بينها وبين بعضها في جاب جانكشن. السيتوبلازميك بروسيس دي ماشيه خلال قنوات في العظم اسمها بون كاناليكيولاي، يبقى الانفاق اللي في العظم اسمها بون كاناليكيولاي. الزوايد سيتوبلازميك بروسيس بتتصل مع بعضها بجاب جانكشن. طب ده ليه؟ عشان فري ترانسفير اوف الكترولايتس، الاملاح تتنقل بسهوله من مكان لمكان داخل العظم. ايه وظيفه الاوستيوسايت؟ تقدر تصنع ماتريكس بس مش من الصفر، هي بتعمل ترميم بريزيرف انتجريتي، يعني تحافظ على جوده وكفاءة الماتريكس. لو حتت في الماتريكس ضعيفة او متأكلة هي تظبطها، فبتعمل عملية ترميم بريزيرف انتجريتي اوف ماتريكس، وكمان بتحافظ على المينرال كونسنتريشن، تركيز الاملاح المينراليزيشن. انا عندي الحتة دي زي ما قلت لك قل فيها الكالسيوم وعايز احط فيها كالسيوم زياده، فهي تقدر تحرك الكالسيوم من مكان لمكان داخل العظم وتوزع الكالسيوم بالتساوي في اجزاء العظم المختلفه. يبقى هي تقدر تصنع بس مش من الصفر، مش بنفس نشاط الاوستيوبلاست، هي اهدى شويه، هي بتصنع اللي احنا محتاجينه لعمليات الترميم وبتساعد على توزيع المينرالز بالتساوي، فاللي بيحافظ على المينرال كونسنتريشن هي الاوستيوسايت. انما اللي بتعمل كالسيفيكيشن من الصفر وبتصنع ماتريكس من الصفر هي الاوستيوبلاست، ده الفرق الجوهري بين الاثنين. تعالى بقى لخليه الماكروفاج، ماكروفاج العظم اللي عندها قدره على انها تكسر وتاكل في العظم، الاوستيوكلاست، جايه من المونوسايت، وانت عارف المونوسايت في الدم هي اللي بتدي الماكروفاج، فدي ماكروفاج خاصه موجوده في العظم اسمها اوستيوكلاست، جايه من المونوسايت، مسؤوله عن إذابة العظم، بتفتت العظم، بتدوب العظم، بتعمل بون ريزوربشن. الكلام ده بحتاجه وقت الاوستيفيكيشن ووقت الهيلينج، يعني اثناء تكوين عظم جديد في حتت زوايد بتبقى متكونه انا مش محتاجها فبحتاج اخلص منها. مين اللي بيظبط العظم وبيساوي العظم وبيخلصني من الزوايد؟ الاوستيوكلاست. كذلك الفراكشر هيلينج، انا عندي العظمه اتكسرت، طب ما انا قبل ما الحم الكسر ده لازم يحصل تنظيف. مع الكسر اللي بيحصل في العظمه في حتت عظم بتبقى ميته ومتفتته، مين اللي يجي يخلصني منها؟ الاوستيوكلاست. فالاوستيوكلاست بتعمل عمليه تنظيف وبتعمل عمليه تظبيط للعظم وبتاكل الزوايد او الحاجات اللي انا مش محتاجها، بتعمل اذابه بون ريزوربشن. موجوده فين؟ دايما العظم بيتاكل من ناحيه جوه، يعني موجوده في البون مارو سبيسز الميدلري كافيتي وموجوده عند الاندوستيوم. اهم حاجه ان الاوستيوكلاست خلية كبيرة وعملاقة مالتي نيوكليتد وموجودة جوه لكنة خاصة بيها، اللكنة بتاعتها دي بنسميها هاوشيب لكنة، هاوشيب لكنة، مهمة جدا 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 للام سي كيو، مين الخلية اللي بتبقى متواجدة في الهاوشيب لكنة؟ الاوستيوكلاست، يبقى اسم العش بتاعها هاوشيب لكنة. الخلية دي خلية عملاقة كبيرة مالتي نيوكليتد، يعني ناتجة عن اتحاد كذا مونوسايت او كذا ماكروفاج مع بعض، السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك، وهنا ركز على كلمة اسيدك. لو احنا بنقول ان بناء العظم والكالسيفيكيشن بيحتاج الكالاين ميديا زي الالكالاين فوسفاتيز، فتكسير العظم واذابة العظم بنعكس الكلام بنحتاج اسيدك ميديا، يعني الاوستيوبلاست عشان تبني عظم محتاجة الكالاين فوسفاتيز، بتفرز الكالاين فوسفاتيز، يعني بتحب الالكالاين ميديا. اما هنا عشان تدوب العظم وتاكل العظم بتحتاج اسيدك ميديا، فالسيتوبلازم اسيدوفيليك وهي بتشتغل في اسيدك ميديا. ليها بوردر عامل زي الفرشه مدبب كده بقول عليه سترايتد او براش بوردر، دي الزوايد اللي بيطلع منها الاسيد فوسفاتيز والانزيمات المذيبه اللي بتاكل في العظم، يعني لما بتحب تاكل في العظم بتطلع الزوايد دي اللي هي سترايتد بوردر او براش بوردر. طبعا مالتي نيوكليتد جواها من 4 لحد 50 نواه وساعات اكتر من كده كمان في بعض الحالات المرضيه، فهي خليه عملاقه مالتي نيوكليتد، السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك وليها بوردر مدبب بقول عليه براش بوردر او سترايتد بوردر. بالالكترون مايكروسكوب
بلاقيها متقسمه 4 ليفل، 4 مناطق، 4 اجزاء. اول جزء اللي هو الجزء اللي فيه سترايتد بوردر، بقول عليها رافل او سترايتد زون. قلنا كلمه رافل او سترايتد يعني مدببه او مخططه، دي الزوايد اللي بيطلع منها الانزيمات اللي مسؤوله عن تاكل العظم. بعد كده بلاقي منطقه فاضيه شفافه، بقول عليها كلير زون، هي فيها مايو فيلامنت، فيها حاجه زي الاكتين عشان الحركه بتاعتها. بعد كده فيزيكولار او لايزوزومال اريا، منطقه بيبقى فيها شويه لايزوزوم، اللايزوزومال انزيمز بيبقى على عباره عن حويصلات، بقول عليها فيزيكولار زون اللي فيها لايزوزوم. اللي فوق خالص دي بقى اسمها بيزال زون، ودي اللي فيها النيوكلياي وبقيه الاورجانيل. يبقى انا عندي الزون المخططه المدببه بقول عليها سترايتد زون او رافلد زون، دي اللي بيحصل من عندها التاكل او تكسير العظم. بعد كده منطقه فاضيه بيضه شويه كلير زون، فيها فيلامنت رفيعه زي الاكتين، مايو فيلامنت رفيعه. وبعد كده عندنا زون فيها لايزوزوم، بقول عليها فيزيكولار زون مليانه لايزوزوم. البيزال زون بقى اللي فيها بقيه الحاجات، فيها النيوكلياي وبقيه الاورجانيل اللي موجوده في البيزال زون. يبقى رافلد او سترايتد زون، كلير زون، فيزيكولار زون، وبيزال زون. دول الاربع خلايا 3 بيشتركوا في التكوين، واحده بتشتغل في التكسير. تعال بقى للماتريكس، الحشو بتاع العظم بنقسمه لجزئين، اورجانيك يعني بروتينات، وان اورجانيك يعني املاح، جزء بروتينات وجزء املاح. بالنسبه للجزء الاورجانيك 50% والاملاح الان اورجانيك 50%. الاملاح كالسيوم وفوسفورس بيعملوا مع بعض كريستالات بنسميها هيدروكسي اباتيت كريستالز، مهم قوي. الهيدروكسي اباتيت كريستالز هي كريستالات يعني بلورات من املاح كالسيوم مع فوسفورس، اسمها هيدروكسي اباتيت كريستالز، ده الان اورجانيك. بالنسبه للاورجانيك، اهم حاجه في الاورجانيك الكولاجين. طبعا العظم اقوى تشو هيبقى فيه اقوى كولاجين اللي هو كولاجين تايب 1. يبقى انا عندي نوع الكولاجين هنا تايب 1 كولاجين في العظم، تايب 1 كولاجين مع سلفيتد جاجز، جلايكوزامينو جلايكانز او بروتيو جلايكانز، بقول عليها هارد جاجز، برضو بتدي قوه للماتريكس. مع ادهيزف جلايكوبروتين بيساعد على لصق او تثبيت اجزاء الماتريكس مع بعضها، ده جلايكوبروتين ادهيزف، بقول عليه اوستيو نيكتين. جلايكوبروتين ده ادهيزف، جلايكوبروتين ادهيزف، بقول عليه اوستيونكتين. مع بروتين بيساعد برضو على ترسيب الكالسيوم اسمه اوستيوكالسين. يبقى عندي اوستيونكتين واوستيوكالسين. الاوستيونكتين ده جلايكوبروتين مسؤول عن الادهيجن، بيلزق المكونات في بعض، والاوستيوكالسين ده بروتين بيساعد على ترسيب الكالسيوم. مع سلفيتد جاجز زي الكوندروتين سلفيت بس بنسب قليله، انما الغالبيه العظمى هنا تايب 1 كولاجين. عشان كده البون العظم تحت الميكروسكوب بيبان احمر، لونه احمر، الماتريكس حمراء. ليه الماتريكس هنا حمراء؟ عشان كميه كبيره من التايب 1 كولاجين. 90% من الاورجانيك كومبوننت تايب 1 كولاجين، يعني الاورجانيك كومبوننت بيمثل 50%، 90% من ال 50% تايب 1 كولاجين، يعني الكولاجين لوحده واخد له 45% من تركيب العظم، وهو كولاجين احمر فهو اللي بيدي اللون الاحمر للماتريكس. يبقى اهم حاجه في الاورجانيك كومبوننت كولاجين، ونوع الكولاجين مهم. ده سؤال، اكتر سؤال ام سي كيو بيجي هنا، تايب 1 كولاجين. الان اورجانيك املاح كالسيوم وفوسفورس عاملين مركبات او بلورات كريستالات اسمها هيدروكسي ابيتيت كريستالز. بالنسبه للغطاء الخارجي للعظمه، لو دي العظمه دي، لو دي العظمه اهي، قلنا متغطيه من بره بغطاء خارجي. الغطاء الخارجي ده اسمه ايه؟ بيري اوستيوم. البيري اوستيوم ده بيتكون من طبقتين، طبقه خارجيه اوتر وطبقه داخليه انر. الاوتر لير بقول عليها فايبرس لير، عباره عن فايبرس تشو، في فايبروبلاست وفي كولاجين تايب 1 طبعا مع بلاد فيسلز. يبقى مصدر البلاد فيسلز اللي تخش جوه العظمه جايه من الاوتر لير اوف بيري اوستيوم. يبقى الاوتر لير فيها تايب 1 كولاجين مع فايبروبلاست مع بلاد فيسل مسؤول عن النيوتريشن. يبقى البلاد فيسل اللي هتخش تغذي العظمه، احنا قلنا العظمه من جوه هايلي فاسكولار، العظمه من جوه ماشي فيها بلاد فيسلز وفيها قنوات زي الهافيرجيان كانالز والفولكمان كانالز اللي ماشي فيها البلاد فيسلز، فالعظمه من جوه هايلي فاسكولار. الفاسلز دي كلها جايه من الاوتر لير اوف بيري اوستيوم. الانر لير دي اوستيوجينيك لير، دي اللي قاعد فيها الاوستيوجينيك سيلز، دي اللي فيها الاوستيوجينيك سيلز اللي هي الخليه الام الاوستيوبروجينيتور، لما بيحصلها ستيميوليشن بتتحول الى اوستيوبلاست، وزي ما قلنا الاوستيوبلاست هي اللي مسؤوله عن البون فورميشن، بون فورمينج سيل. يبقى الانر اوستيوجينيك لير دي طبقه الخلايا اللي هي الاوستيوجينيك سيلز او الاوستيوبروجينيتور سيلز، لما بيحصلها ستيميوليشن بتتحول لاوستيوبلاست وتبدا تبني عظم، برضه في حالات النمو او حالات الفراكشر هيلينج، التئام الكسور. طب من جوه بقى
انت لو جيت تشوف العظمه ايه ده الكورتكس ودي المظله، المظلري كافيتي. قلنا العظمه من بره متغطيه ببري اوستيوم، طب من جوه الكافيتيز الداخليه متبطنه ببطانه داخليه اندوستيوم، وهي شبه البري اوستيوم الى حد كبير. الاندوستيوم عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو، برضه عباره عن بلاد فيسلز ماشيه فيه، يعني البلاد فيسلز جايه من بره واصله لجوه، فالبلاد فيسلز جايه من بره ومن جوه وبتمشي فيه القنوات اللي موجوده في الكورتيكال بون. فاسكولار كونكتيف تيشو بيبطن الانر بون سيرفيس، يعني الاسطح الداخليه والتجاويف الداخليه في العظمه، وبتبطن القنوات، القنوات اللي موجوده في الكورتكس اللي اسمها فيرجيان كانالز هنتكلم عنها، يعني القنوات بتاعه الكورتكس دي، القنوات الطوليه دي متبطنه برضو باندوستيوم. فكل التجاويف الداخليه سواء البونو ماركافيتس او الهافيرجيان كانالز متبطنه باندوستيوم. طب الاندوستيوم فيه ايه ويفرق عن البري اوستيوم؟ لما اتكلمنا عن البري اوستيوم قلنا الانر لير فيها اوستيوجينيك سيلز اللي بتتحول الى اوستيو بلاست، بس ما اتكلمناش عن الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست موجوده في الاندوستيوم، وده الفرق بين الاندوستيوم والبري اوستيوم. خلايا الاندوستيوم عباره عن اوستيوجينيك سيلز تتحول الى اوستيوبلاست زي البري اوستيوم بالظبط، ما هنا اوستيوجينيك سيلز بتتحول لاوستيوبلاست في الاندوستيوم، اوستيوجينيك سيلز بتتحول لاوستيوبلاست بس معاها مين كمان؟ اوستيوكلاست. يبقى مين الخليه اللي موجوده في الاندوستيوم مش في البري اوستيوم؟ هي الاوستيوكلاست. قلت لك عشان العظم لما بيتاكل بيتاكل من ناحيه جوه، يبقى ده الفرق ما بين البري اوستيوم والاندوستيوم. الاثنين فيهم بلاد فيسلز، الاثنين فيهم خلايا، بس البري اوستيوم الانر لير فيها اوستيوجينيك سيلز بتتحول لاوستيوبلاست، الاندوستيوم فيه اوستيوجينيك سيلز بتتحول لاوستيوبلاست بالاضافه الى اوستيوكلاست، وطبعا فيه بلاد فيسلز زي ما قلنا لانها فاسكولار كونكتيف تيشو، فالبلاد فيسلز جايه من البري اوستيوم وجايه من الاندوستيوم. ده الجنرال استراكشر بتاع البون. تعالى نتكلم بقى عن انواع العظم. اناتوميكالي انا بقسم العظم نوعين، عندي كومباكت بون وعندي كانسيلس او سبونج بون. لو جيت تشوف العظمه كده هلاقي جزء من العظمه اللي هو الكورتكس بتاعها مصمت، مصمت مفيش فيه اي فراغات بالعين، مش مخرم، ده بقول عليه كومباكت بون، بنسميه برضو كورتيكال بون لانه موجود في الكورتكس في الشافت بتاع اللونج بون. اما من جوه بلاقي العظم مخرم عباره عن ترابيكولي او الواح عظميه، والالواح دي بينها وبين بعضها فراغات، الفراغات دي فيها بون مرو. العظم المخرم ده بشبهه بالاسفنج، بقول عليه سبونجي بون او كانسيلس بون او ترابيكولار بون لانه بيتكون من ترابيكولي. فالعظم نوعين، كومباكت بون مصمت بقول عليه سوليد، بقول عليه كورتيكال، بقول عليه ايفوري، عامل زي العاج زي انياب الفيل، قوي جدا ومفيش فيه فراغات. اما العظم المخرم بقول عليه كانسيلس بون، شبه الاسفنج سبونجي بون او ترابيكولار بون. يبقى الكومباكت بون سوليد زي الايفوري، صلب ومصمت زي العاج انياب الفيل، مفيش فيه ابيرنت هولز يعني مفيش فيه فتحات مرئيه، يعني ما بشوفوش بعيني مخرم، هو تحت الميكروسكوب في قنوات صغيره بيمشي فيها البلاد فيسلز زي الهافيرجيان كانالز والفولكمان كانالز، بس انا بالعين مش شايفه مخرم، مش شايف فتحات، بيبقى مصمت بالعين. اه تحت الميكروسكوب بيبقى في قنوات ماشي فيها البلاد فيسلز لان ده ماشي جواه بلاد فيسلز، بس انا مش شايف الفتحات دي بالعين. فكلمه نو ابيرنت هولز يعني مفيش فتحات مرئيه بالعين. اهم جزء هنا الاماكن، بالله عليك في اي بي 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 من هنا لحد بكره، الاماكن اللي فيها كومباكت بون والاماكن اللي فيها كانسيلس بون. الكومباكت بون موجود في الكورتكس في الشافت بتاع اللونج بون، الجزء الاسطواني في العظمه، جزء الدايافيزس في كورتكس ومضلري كافيت. الكورتكس ده عباره عن كومباكت بون، الكورتكس بتاع اللونج بون. الالتر والانر تيبل اوف سكال، لو جيت تشوف عظم السكال هتلاقي حته السكال عباره عن عظمه كومباكت من بره وعظمه كومباكت من جوه وبينهم حته كانسيلس، عظمه كومباكت من بره وعظمه كومباكت من جوه وبينهم حته كانسيلس. الحته اللي بره دي اوتر تيبل والناحيه جوه انر تيبل، اوتر تيبل وانر تيبل وبينهم كانسيلس بون، فهي موجوده في الاوتر والانر تيبل بتاع السكال. اما في النص هنا ما بين الاثنين تيبل ما بين الاوتر والانر تيبل في عندنا كانسيلس بون، يبقى كومباكت وكومباكت وبينهم حته كانسيلس. الاوتر كفر بتاع الريبس والفيرتبري، الضلوع من بره متغطيه بكومباكت بون وفي النص او في البادي بتاعها من جوه بتبقى كانسيلس. برضو الفيرتبرا، الفيرتبرا متغطيه بكومباكت بون والبادي بتاعها بيبقى كانسيلس، يبقى الاوتر كفر بتاع الريبس وبتاع الفيرتبري. الكومباكت بون اكتر حاجه مميزه فيه انه ريجولار،
ريجيولر منتظم، الماتريكس بتاعته منتظمة، عبارة عن كالسيفايد لاميلي، طبقات من الماتريكس. الماتريكس هنا اسمها أوستيويد ماتريكس، ماتريكس العظم اسمها أوستيويد ماتريكس، كالسيفايد قوية وريجيولر كمان. الماتريكس أو طبقات الماتريكس اللاميلي دي متقسمة في أربع أشكال. بص معايا كده، لو جبت اللونج بون العظمة الطويلة دي وخدتها كده بالعرض كروس سيكشن، أنا عندي دي العظمة اهي، هاخدها بالعرض وأبص عليها من فوق، دي العظمة اهي من بره، ده البري أوستيوم وده الإندوستيوم وده المدلري كافيتي، ده البون كانال تمام، المدلري كافيتي، واللي بره ده بري أوستيوم وهنا ده الإندوستيوم. البون لاميلي مترتبة ازاي؟ أولا طبقات تحت البري أوستيوم، عاملة دايرة كده تحت البري أوستيوم، بقول عليها أوتر سيركمفرنشيال او اكسترنال سيركمفرنشيال، وفي طبقات هنا تحت الاندوستيوم بقول عليها انر سيركمفرنشيال. في عندنا بقى قنوات ماشيه في العظم اسمها هافيرجيان كانالز، عندي قنوات ماشيه في العظم اسمها هافيرجيان كانالز، دي اللي ماشي فيها البلاد فيسلز، بلاقي دايما في حواليها بون لاميلي عددهم من 4 لـ20 حوالين كل هافيرجيان كانال، كلها فيرجيان كانال جواها او حواليها من 4 لـ20 طبقة من العظم. الهافيرجيان كانال الواحدة بالبون لاميلي اللي حواليها بسميها اوستيون او هافيرجيان سيستم، ودي وحدة بناء الكومباكت بون. يبقى وحدة بناء الكومباكت بون هي الهافيرجيان سيستم او الاوستيون، ده عبارة عن ايه؟ هافيرجيان كانال احنا قطعينها كده بالعرض، حواليها ادي 1 2 3 4 من 4 لـ20 بون لاميلي، من 4 لـ20 طبقة من العظم، وما بين البون لاميلي دي وبعضها قلنا في الفراغات اللي قاعد فيها الاوستيوسايت مستقرة جوه اللكنة بتاعتها زي ما قلنا قبل كده. لو هبص عليها بالطول دي العظمة اهي، هنا كده البري أوستيوم وهنا كده الاندوستيوم من جوه، وده جزء الكورتكس الجزء الكومباكت. عندك هنا القنوات الطولية دي اللي اسمها ايه؟ هافيرجيان كانالز. الهافيرجيان كانالز دي بتتوصل بينها وبين بعضها عن طريق قنوات ماشية بالعرض، القنوات اللي ماشية بالعرض دي اسمها فولكمان كانالز. يبقى انا عندي اللي ماشية بالطول دي اسمها هافيرجيان كانال، دي هافيرجيان كانال ودي هافيرجيان كانال، اما اللي ماشية بالعرض دي اسمها فولكمان كانالز. البلاد فيسلز بتخش من الفولكمان كانالز من البري أوستيوم والاندوستيوم وتمشي في الهافيرجيان كانالز. حوالين بقى الهافيرجيان كانال بيبقى عندنا 1 2 3 4 من 4 لـ20 طبقة منتظمة من العظم، الوحدة دي على بعضها اسمها أوستيون أو هافيرجيان سيستم. ما بين بقى الأوستيون والأوستيون، يعني تعالى نقلل كده الهافيرجيان كانالز، أنا عندي الحتة دي ما فيهاش هافيرجيان كانالز شيلناها، دي هافيرجيان سيستم، ده هافيرجيان سيستم، ده أوستيون وده أوستيون وده أوستيون وده أوستيون، طب اللي بينهم ده فاضي؟ لا، في برضه لاميلي بنسميها انتر هافيرجيان لاميلي او انترستيشيال لاميلي، يعني بتملى الفراغات اللي ما بين الاوستيونز وبعضها، يعني ده اوستيون وده اوستيون، الحته اللي بينهم دي فيها انتر هافيرجيان لاميلي. يبقى انا عندي تحت البري اوستيوم على اطراف العظمه اوتر سيركمفرنشيال، وجوه حوالين المدلري كانال تحت الاندوستيوم انر سيركمفرنشيال، اللي يهمني كونسنتريك بون لاميلي من 4 لـ20 حوالين كل هافيرجيان كانال، الهافيرجيان كانال مع الكونسنتريك لاميلي اللي حواليها بسميها اوستيون، ودي وحده بناء الكومباكت بون، وما بين الاوستيون والاوستيون والاوستيون ده الفراغات دي فيها انتر هافيرجيان لاميلي. يبقى طبقات العظم مترتبه باربع اشكال، تحت البري اوستيوم بره خالص تحت البري اوستيوم اوتر او اكسترنال سيركمفرنشيال، طب تحت الاندوستيوم جوه زي بره بس من جوه، بره تحت البري أوستيوم جوه تحت الاندوستيوم انر او انترنال سيركمفرنشال، اللي تهمني دي كونسنتريك لاميلي، كونسنتريك يعني طبقات 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 حوالين الهافيرجيان كانال، فانا عندي الهافيرجيان كانال حواليها طبقه 2 3 4 من 4 الى 20 مهم الرقم اراوند هافيرجيان كانال، الهافيرجيان كانال مع ال 4 من ال 4 ل 20 لاميلي حوالين الهافيرجيان كانال بنسميها اوستيون او هافيرجيان سيستم. يبقى الاوستيون هي وحده بناء الكومباكت بون عباره عن هافيرجيان كانال وحواليها كونسنتريك لاميلي عددهم من 4 لـ20، طب الانترستيشال او الانتر هافيرجيان لاميلي دي موجوده ما بين الهافيرجيان سيستمز وبعضها في الفراغات اللي بين الاوستيون والاوستيون، مهمه قوي قوي الحته دي، الهافيرجيان سيستم او الاوستيون ده الاستراكشرال يونت بتاع العظم، وده اكتر سؤال بيجي هنا ام سي كيو، وحده بناء العظم مش الهافيرجيان كانال في فرق؟ لا، الهافيرجيان سيستم او الاوستيون عباره عن ايه؟ الهافيرجيان كانال جزء منه،
عبارة عنها فيرجين كانال. الكانالز دي ماشية بالطول ولا بالعرض؟ شوف القنوات اللي رسمناها، اللي ماشية بالطول كده هافيرجين كانال، واللي بيوصل بينهم بالعرض ومع البريوستيوم والاندوسيوم، القنوات اللي بالعرض دي اسمها فولكمان كانال. يبقى اللي ماشية بطول العظمة هافيرجين كانال، اما اللي جاية بالعرض فولكمان كانال. عبارة عنها فيرجين كانالز ماشية مع اللونج اكسس بتاع البون، وبتحتوي على بلود فيسلز فاسكولار كونكتيف تيشو، لانها متبطنه من جوه باندوستيوم، ففيها بلود فيسلز وفيها خلايا برضو زي الاوستيوجينيك سيلز، وفيها خلايا زي الاوستيوكلاست. يبقى بارلل للونج اكسس بتاع البون وفيها بلود فيسلز. طب حوالين الهافيرجين كانال عندنا كونسنتريك لاميلي، طبقات من العظمه عددها من 4 لـ20. طب جوه اللاكونه بقى عندي مين؟ الاوستيوسايت. ما بين الطبق، يعني لو عندي 4 طبقات، ما بين الطبقه والطبقه في فراغ، الفراغ ده فيه اوستيوسايت جوه اللاكونه بتاعتها. يبقى انا عندي الهافيرجين كانال حواليها من 4 لـ20 طبقة من العظم، والطبقات دي بينها وبين بعضها تجاويف فيها اللاكونة بتاعة الاوستيوسايت. طب الفولكمان كانال برضو مهمة، عبارة عن ترانزفيرز او اوبليك، جاية بالعرض او جاية بالميل، مش ماشية بالطول زي الهافيرجين كانال، متبطنة من جوه برضو باوستيوجينيك سيلز وفيها بلود فيسلز زي الهافيرجين كانال، فيها اوستيوجينيك سيلز وماشي فيها بلود فيسلز. وظيفتها ايه؟ هي اللي بتوصل الهافيرجين كانالز ببعضها. خد بالك مين السيد ومين الخادم، او مين الاساس ومين اللي بيخدم عليه. الاساس هافيرجين كانال، اللي بيخدم عليه او بيساعده هو الفولكمان كانال مش العكس. يعني مين بيربط مين؟ انا عندي الهافيرجين كانال زي الاساس بتتوصل مع بعضها بوصلات اسمها فولكمان كانال. ما ينفعش اقول ان الهافيرجين كانال هي اللي بتوصل الفولكمان كانالز ببعضها، لا، الفولكمان كانالز هي اللي بتوصل الهافيرجين كانالز ببعضها. يبقى هي اللي بتوصل وبتربط الهافيرجين كانالز ببعضها، وبتربطها مع البري اوستيوم والاندوستيوم، عشان البلاد فيسل اللي جاي من البري اوستيوم والبلاد فيسل اللي جاي من الاندوستيوم يدخلوا ويتوزعوا في الهافيرجين كانالز، بيدخلوا بالعرض من خلال الفولكمان كانالز. في عندنا برضو نقطة كمان، البري اوستيوم متثبت في العظمة عن طريق كولاجين فايبرز كالسيفايد، لزق البريوستيوم في العظم، كالسيفايد كولاجين لازق البريوستيوم في العظم. البريوستيوم متثبت في العظم اللي تحته عن طريق كالسيفايد كولاجين فايبرز، بنسميها بيرفوريتنج فايبرز اوف شاربي، بيرفوريتنج فايبرز اوف شاربي. الشاربي فايبرز دي مهمه قوي برضو، اسمها بيرفوريتنج شاربي فايبرز او فايبرز اوف شاربي، عباره عن كالسيفايد كولاجين باندلز، حزم من الكولاجين بس فيها كالسيفيكيشن قويه وثابته، بتثبت فيكس البريوستيوم للعظم في العظم اللي تحته. يبقى البريوستيوم لازق في العظم عن طريق البرفوريتنج فايبرز اوف شاربي. النوع الثاني من العظم اسمه كانسيلاس بون، او اسمه الثاني سبونجي بون، زي الاسفنج فيه فراغات. اسمه الثالث برضو ترابيكيولار بون، لانه عباره عن الواح بون ترابيكولي. بقول عليه سبونج شبه الاسفنج، التاني كان شبه العاج او انياب الفيل مفيش فيه فراغات، انما ده سبونج شبه الاسفنج ومليان فتحات انا شايفها بعيني، والفتحات دي فيها بون مارو. موجود فين برضو؟ الاماكن في اي بي في اي بي في اي بي، الاماكن مهم زي ما قلنا، الاماكن مهمه برضو في الكومباكت بون، الاماكن مهمه هنا. عندك الابيفيسس بتاع اللونج بون، الابيفيسس اللي هي اطراف العظم بتبقى كانسيلاس بون، اما الكورتكس بتاع الديافيسس او الشافت ده بيبقى كومباكت، انما الابيفيسس من فوق ومن تحت في اللونج بون بيبقى كانسيلاس. ايه كمان؟ السنترال بارت بتاع السكال، ما احنا قلناها رسمناها، السكال اوتر تيبل وانر تيبل بينهم حته كانسيلاس، السنترال بارت بتاع السكال. البادي بتاع الفيرتبري والريبس والاسترنم، عندك الفيرتبري وممكن اقول الريبس وممكن اقول الاسترنم، احنا قلنا الكفر الخارجي الاوتر كفر بيبقى كومباكت بون، اما الجسم من جوه بيبقى كانسيلاس بون. الامبريونيك بون عظم الجنين، ودي نقطه عايزك تعرفها مهمه قوي ولازم تبقى واخد بالك منها عشان هنقولها دلوقتي في الاوسيفيكيشن. العظم الكومباكت ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، الكومباكت ده اول ما بيتبنى ما بيكونش كومباكت، اي عظم جديد بيتبنى بيكون كانسيلاس، وانت في ايدك بقى او على حسب المكان يا يكمل كانسيلاس زي ما هو يا يتحول الى كومباكت. فاي عظم جديد بيتكون بيبقى صورته الاوليه سبونجي او كانسيلاس، في بعض الاماكن هيكمل بعد كده يبقى كومباكت، وفي بعض الاماكن هيفضل كانسيلاس زي ما هو. فعظم الجنين حديث التكوين اللي لسه في مراحل التكوين الاولى، اول ما العظم بيتكون بيبقى كانسيلاس وبعد كده بيتحول الى كومباكت على حسب المكان، او يفضل كانسيلاس زي ما هو. يبقى العظم في تكوينه بيكون الاول سبونجي كانسيلاس وبعد كده بيتحول الى كومباكت بون. طب هو بيتكون من ايه؟ الريجيولار
and branching trabeculi يعني ألواح عظم branching و anastomosing مع بعضها بالشكل ده. ترابيكولي يعني ألواح، ألواح من العظم بالطول وبالعرض عاملة شبكة، الشبكة دي فيها فراغات، الفراغات دي بتحتوي على بون مارو، أكتف ريد بون مارو بيصنع خلايا الدم، يبقى الريجولار برانشنج بون ترابيكولي، عشان كده بنسميه ترابيكولار بون، عبارة عن ألواح. الريجولار وبرانشنج والفراغات دي فيها بون مارو، البون مارو سبيسز دي مليانة بون مارو، أكتف ريد بون مارو. كده اتكلمنا عن انواع العظم اللي هي الكومباكت بون والكانسيلوس او السبونج بون. هنتكلم عن عمليه بناء العظم او تكوين العظم اسمها اوسيفيكيشن. اوسيفيكيشن يعني نيو بون فورميشن، عمليه تكوين عظم جديد. ازاي العظم بيتبنى؟ على حسب الماده الخام اللي انا استخدمتها في بناء العظم. العظم ما بيتبناش من لا شيء، بيكون في الاول في قاعده انا ماشي عليها، يا اما بنيه من خلال ميزينكايمال ميمبرين بيحتوي على خلايا اوليه بتتحول الى اوستيوجينيك سيلز، فانا عندي غشاء من الخلايا الاوليه اللي بتديني اوستيوجينيك سيلز ويبدا العظم يتبنى على الممبرين ده، فبقول على الحاله دي او العمليه دي انترا ممبرينوس اوسيفيكيشن، ودي اللي بنستخدمها في بناء العظم الفلات. كل الفلات بون بيبقى انترا ممبرينوس اوسيفيكيشن زي عظم السكال والكلافيكل والكلام ده كله. اما اللونج بون بيبقى ازاي بيطول؟ وانت عارف المعلومه دي، العظمه الطويله انا عندي ايبيفيسز وميتافيسز ودايفيسز اللي هو الشفت، ما بين الابيفيسز والميتافيسز في حته كارتريج اسمها ابيفيزيال بليت اوف كارتريج. الابيفيزيال بليت ده المسؤول عن نمو العظمه الطويله، ففي اللونج بون عشان تبني عظم جديد بتبنيه بناء على الكارتريج اللي موجود، يعني العظم بيطول بناء على الكارتريج اللي موجود، فبقول عليه كارتريجينس اوسيفيكيشن او انكوندرال اوسيفيكيشن. اذا انا عندي نوعين من الاوسيفيكيشن، ممبرينوس اوسيفيكيشن وكارتليجينوس اوسيفيكيشن، يا اما كون عظم من خلال غشاء ممبرينوس اوسيفيكيشن، يا اما ببني عظم من خلال كارتليج بقول عليه كوندرال او انترا كارتليجينوس اوسيفيكيشن. بالنسبه للممبرينوس اوسيفيكيشن بيكون عندي غشاء في ميزينكايمال كونكتيف تيشو، نسيج بدائي كونكتيف تيشو اولي في اندفرانشيتد ميزينكايمال سيل يو ام سي. اليو ام سي دي بتديني اوستيوجينيك سيلز، والاوستيوجينيك سيلز تتحول لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست تبني عظم. وزي ما قلت لك ان اول عظم بيتبنى هو ايه؟ سبونجي. عايز بقى تكمل يبقى كومباكت ماشي، تسيبه زي ما هو اوكي، العظم دايما في اوله بيبقى سبونجي او كانسيلا سبون. يبقى ده عباره عن غشاء من ميزينكايمال كونكتيف تيشو، غشاء بيحتوي على خلايا عددها كبير، خلايا اوليه بدائيه اندفرانشيتد ميزينكايمال سيلز بتديني اوستيوبلاست، والاوستيوبلاست هي بعد كده اللي بتكون العظم. اهم حاجه المكان، يعني اهم حاجه في الممبرينوس اوسيفيكيشن المكان. إيه بيحصل فين؟ في الفلات بون بتاع السكال، يعني السكال دي وهي بتكبر وبتنمو بيبقى عندي هنا ممبرينز اوف يو ام سي اندفرانشيتد ميزينكايمال سيل. البقره اللي بيبقى فيها مخزون اليو ام سي بسميها اوسيفيكيشن سنتر، برايمري اوسيفيكيشن سنتر، ده اللي بيكون فيها الممبرين. الممبرين ده تبدا خلايا تزيد ويبدا يتكون عظم في المكان ده. يبقى انا عندي الفلات بون بتاع السكال وعظم الفيس والكلافيكل، يعني منطقه الراس كلها السكال وعظم الفيس وعندك الكلافيكل. مهم قوي الامثله دي، الاوسيفيكيشن او تكوين العظم ده بيتم من خلال غشاء بقول عليه انترا ممبرينوس اوسيفيكيشن. الغشاء ده بيحتوي على يو ام سي اندفرانشيتد ميزينكايمال سيلز، دي الخلايا الاوليه بتبدا تتكثف وتزيد في العدد وتعمل لي مركز التصنيع برايمري اوسيفيكيشن سنتر. في المركز ده اليو ام سي بتنقسم وتتحول لاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست هي اللي تبدا تكوين العظم. ده غير كمان ان اليو ام سي بتديني البريوستيوم اللي هيغطي العظمه دي من بره. اذا الفلات بون بتاع السكال، الفيس، الكلافيكل، العظم ده بيتكون من خلال غشاء ميزينكايمال ممبرين بقول عليه انترا ممبرينوس اوسيفيكيشن. اللي فيه تفاصيل اكتر بقى الكارتليجينوس انترا كارتليجينوس اوسيفيكيشن او انكوندرال، بقول لها اسم تاني انكوندرال اوسيفيكيشن. كارتليجينوس او انكوندرال اوسيفيكيشن يعني انا عندي عظم بيتكون من كارتليج، كارتليج يتحول لبون، فانا ببني العظم على اساس كارتليجينوس موديل، عندي ابيفيزيال كارتليج هو اللي بينقسم وبيتحول بعد كده الى بون مسؤول عن الاوسيفيكيشن، فنمو اللونج بون معتمد على الابيفيزيال كارتليج، عشان كده بنيجي عند سن معين والكارتليج ده بيتقفل وبيعطل تماما فالعظم بيثبت ما عادش بيطول. يبقى هنا ابيفيزيال بليت اوف لونج بون، الكارتليجينوس بليت اللي موجود في اللونج بون، يبقى نمو اللونج بون زي الفيمر والتيبيا والفيبيولا والهيومرس والريديوس والالنا، كل اللونج بون ده نمو معتمد على الابيفيزيال كارتليج. لو جينا خدنا عينه بقى من الابيفيزيال بليد ده هتلاقي في كذا زون، ركز معايا كده. اول زون في الكارتليج عندنا
الخام، المادة الخام اللي بقول عليها area of resting cartridge. بص معايا، دي المنطقة اللي احنا بنبص عليها عند هنا الكارتريج. اول حاجة area فيها كوندروسايتس تعتبر هي المادة الخام، فانا بقول area of resting cartridge فيها كوندروسايت، وطبعا في بينها وبين بعضها كوندرويد ماتريكس او كارتريجينوس ماتريكس. نوع الكارتريج هنا هايلاين كارتريج، في الابيفيزيال بليت نوع الكارتريج هايلاين كارتريج، الكارتريج المشهور الازرق السماوي، تمام. بعد كده عندنا زون اوف بروليفريشن، بتبدا الخلايا دي تنقسم وتزيد في العدد عشان هتكون لي بقى عظم جديد فمحتاج زياده عدديه، يبقى بيحصل ديفيجن للكوندروسايت. الخليه الوحيده اللي فيها سايت وبتنقسم هي الكوندروسايت. احنا قلنا الاوستيوسايت لا تنقسم انما الكوندروسايت بتنقسم، فالكوندروسايت بتنقسم بلاقي زون او مرحله فيها زياده في عدد الخلايا. بعد كده مهم اول مرحله دي وبتيجي ام سي كيو، الخلايا بتكبر في الحجم، بتكبر في الحجم، بقول عليها زون اوف هايبرتروفي اند ماتوريشن. من اسمها هايبرتروفي يعني بتكبر في الحجم، لما بتكبر الكوندروسايت في الحجم الماتريكس اللي ما بينها بتبقى رفيعه. دي اللارجست سيل، وده سؤال ام سي كيو، انهي مرحله في الاوسيفيكيشن فيها اكبر حجم من الخلايا؟ الهايبرتروفي اند ماتوريشن. لما الخلايا بتكبر اللاكونه بتاعتها بتوسع، فبتضغط على الماتريكس اللي بينها بتبقى ماتريكس رفيعه. طب ليه كبرت؟ عشان الخلايا بدات تراكم جواها جلايكوجين والكالاين فوسفاتيز، والالكالاين فوسفاتيز هنا هو مربط الفرس. ليه؟ لان الالكالاين فوسفاتيز هنا هيطلع هيعمل كالسيفيكيشن، هيبدا يرسب كالسيوم هنا. وهنا في نقطه، الماتريكس بقت كالسيفايد، فالغذاء ما عادش بيوصل للخلايا، لان انا قلت لك قبل كده وباكد على المعلومه دي، الكارتليج افاسكولار يعني ما فيش بلاد فيسلز بتخش جواه، فهو بياخد الغذاء بالانتشار من اللي حواليه. فهنا لما تعمل كالسيفيكيشن الغذاء ما عادش بيوصل للخلايا، فالخلايا اللي هنا هتموت وهتسيب لي لاكونه فاضيه، امبتي سبيسز او امبتي لاكونه. المرحله دي بقول عليها مرحله الكالسيفيكيشن، يبقى هنا مرحله التحول. دي طبعا بيعتمد او بتعتمد على فيتامين دي، عشان كده الاطفال اللي عندهم نقص فيتامين دي بيجي لهم ريكتس كساح. الكالسيفيكيشن ما بيتمش هنا، فبيفضل الكارتليج ينمو ويكبر وما يتحولش العظم، فبلاقي نهايات اللونج بون منفوخه وكبيره بكارتليج كبير وخلايا كتيره بس ما فيش عظم بيتكون، فالعظم بيبقى طري. فدي عندنا في الباثولوجي. انما هنا اللي بيحصل في النورمال ايه؟ ان الالكالين فوسفاتيز بيعمل كالسيفيكيشن باشراف طبعا فيتامين دي. الالكالين فوسفاتيز يطلع من الخلايا، خد بالك هو ظهر امتى؟ ظهوره كان في مرحله الهايبرتروفي اند ماتوريشن جوه الخلايا، في مرحله الكالسيفيكيشن طلع بره الخلايا، طلع الالكالين فوسفاتيز بدا يعمل كالسيفيكيشن، خلى الماتريكس امبرميابل يعني غير نافذه، ما بتعديش الغذاء، امبرميابل، البرميابيليتي للنيوتريشن وقف، ما عادش بيعدي غذاء، فالخلايا بتموت، الكوندروسايتس بتموت وبتسيب لي امبتي لاكونه. طب ما بين اللاكونه دي وبعضها عندنا ثين كالسيفايد ماتريكس، ماتريكس رفيعه بس كالسيفايد، هنا كانت كارتليجينوس ماتريكس، هنا بقت كالسيفايد ماتريكس. طب الفراغات دي هنسيبها ولا هنملها عظم؟ عايزين خلايا عظم، احنا خلصنا من خلايا الكارتليج، عايزين خلايا عظم. يجي هنا دور البلاد فيسلز، يجي هنا دور البلاد فيسلز، يخش هنا فاسكولار كونكتيف تيشو، يبدا يدخل هنا فاسكولار كونكتيف تيشو، يحتوي على يو ام سي زائد مونوسايت تتحول الى اوستيوكلاست. انت عندك اليو ام سي اللي هتديني الاوستيوبلاست، الاوستيوجينيك سيلز والاوستيوبلاست، وعندك الاوستيوكلاست جاي من المونوسايت من الماكروفاج، فانا بيدخل لي فاسكولار كونكتيف تيشو في الخلايا الخام اللي انا محتاجها، الاوستيوجينيك سيلز والمونوسايت اللي هتديني اوستيوكلاست. فدي مرحله اسمها انفيجن، مرحله الاختراق، بيحصل اختراق للمنطقه دي بفاسكولار ميزينكايمال تيشو. فاسكولار في بلاد فيسلز هتبدا تدخل، ما كده كده العظم فاسكولار فيحتاج بلاد فيسلز، البلاد فيسلز دي بتمدني بالمونوسايت اللي هتتحول الى اوستيوكلاست، وحواليها اليو ام سي الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز اللي هتتحول لاوستيوبلاست عشان نبدا نبني العظم. الاوستيوكلاست فورم هولز فاسكولار باد، بتبدا الاوستيوكلاست تحفر خرام، تحفر فتحات، الخرام دي او الفتحات دي هي اللي هيمشي فيها البلاد فيسلز وهتعمل لي فاسكولار كانال او هافيرجيان كانالز بعد كده. يبقى الاوستيوكلاست جت منين؟ من المونوسايت اللي جايه مع البلاد فيسل. الاوستيوكلاست بدات تحفر في الماتريكس، تكسر لي الماتريكس دي وتعمل لي حفر او انفاق بالطول، دي اللي هتبقى هافيرجيان كانالز بعد كده. بعد كده مرحله تكوين العظم، شوف بقى مرحله تكوين العظم بدانا بمين؟ اي عظم جديد بيتكون في الاول بيبقى ايه؟ سبونجي ولا كومباكت؟ طبعا سبونجي بون،
فالمرحله الاولى سبونج بون، الاوستيوجينيك سيلز اللي جايه مع الميزنكايمال تيشو بتتحول الى اوستيوبلاست وتبدا تبني عظم. العظم ده في الاول بيكون ايه؟ كانسيلا سبون او سبونج بون. طب لو عايز تغيره عادي مفيش ادنى مشكله. عايز تحوله لكومباكت، يعني انت عايز مثلا العظم اللي في النص ده يفضل سبونجي ولا على الاطراف يبقى كومباكت عشان الكورتكس، تيجي الاوستيوكلاست تعمل حاجه اسمها ريمودلنج اند كومباكت بون فورميشن، تيجي الاوستيوكلاست تاكل اللي انت كونته ده وتسيب لي الهافيرجيان كانال، وحوالين الهافيرجيان كانال تبدا الاوستيوبلاست تتكون كونسنتريك بون لاميلي اللي هم من 4 ل 20 ويعمل لي اوستيون، وبالتالي يتكون هنا كومباكت بون. يبقى الاوستيوبلاست بتترتب حوالين البلاد فيسلز وتعمل لي هافيرجيان سيستم كونسنتريك بون لاميلي حوالين الهافيرجيان كانال. يبقى في بناء العظم مين المرحله الاولى، السبونجي ولا الكومباكت؟ لو انت عايز توصل لكومباكت بون لازم الاول سبونجي اجباري، اول عظم بيتكون بيكون سبونجي وبعد كده السبونجي بيتحول الى كومباكت بون. يبقى المراحل، مرحله الريستنج كارتريج دي الماده الخام اللي والكوندروسايتس اللي قاعده نايمه، مرحله البروليفريشن مرحله الانقسام والزياده العدديه، مهمه اول مرحله دي، الهايبرتروفي اند ماتوريشن خلايا بتبقى كبيره بتتملى الكالاين فوسفاتيز، يطلع الكالاين فوسفاتيز يعمل كالسيفيكيشن فيخلي الماتريكس ما بتعديش غذاء والخلايا تموت بسبب انقطاع الغذاء عنها وتسيب لكونه فاضيه. بعد كده مرحله الانفيجن، تيجي فاسكولار ميزنكايمال تيشوز تخش جوه الاماكن الفاضيه دي وتيجي الاوستيوكلاست تاكل وتعمل لي فتحات، تعمل لي هولز، الهولز دي اللي هيبقى فيها الشعيرات الدمويه والاوعيه الدمويه اللي هتنمو بعد كده وتمشي مع الهافيرجيان كانال. بيتكون سبونجي بون عن طريق الاوستيوجينكس تتحول لاوستيوبلاست، بعد كده لو عايز تحول كومباكت بون تعمل عمليه اعاده ترتيب ريمودلنج، تاكل الحتت السبونج اللي اتكونت وتيجي الهافيرجيان كانال تترتب حواليها الاوستيوبلاست تبني كونسنتريك بون لاميلي فتعمل لي اوستيونز او هافيرجيان سيستم وبالتالي يتحول السبونج بون الى كومباكت بون. كده خلصنا جزء السمري الخاص بمحاضرات البون، بالتوفيق ليكم يا شباب.